استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نور سات الدكتور ليث نصراوين خبير القانون الدستوري الذي تحدث للبرنامج عن دور الأردنيين المسيحيين في تحديث المنظومة السياسية في المملكة، لافتا إلى جملة من القوانين الجديدة التي توفر الكثير من المكتسبات للمواطنين المسيحيين، ومنها قانون الانتخاب الحالي الذي أعطى مزايا إضافية للأردنيين المسيحيين. فإلى هناك، هذا التحديث السياسي اللي أكد على المواطنة وأكد على سيادة القانون من وجهة نظر فقهية دستورية، يعني أين يقع واجب المسيحي في ممارسة مواطنته؟ أنا مسيحي بولد هون، معي رقم وطني، إلي حقوقي وإلي امتيازاتي. دستوريا في فقه الدستور من أين يأتي واجب المواطن؟ نعم، يأتي واجب المواطن أبونا من خلال اكتسابي للجنسية الأردنية. أنا أردني بداية وأعتز بأردنيتي وأعتز بمسيحيتي، لكن اليوم أنا شخص أردني، نعم، أحمل رقم وطني، أخضع لكافة القوانين والأنظمة، ملزم بكافة الواجبات الملقاة على عاتقي، وأتمتع بجميع الحقوق. كل ما في الأمر أن إذا ما شعرت أنه لا قدر الله هناك نوع من التمييز أو اللامساواة بيني وبين أخوي الأردني المسلم، الدستور الأردني أعطاني مكينات، أعطاني قواعد دستورية، بروح بدق باب المحكمة الدستورية مثلا، بروح بدق باب القضاء الأردني، بقول لهم أنا مواطن أردني مسيحي تعرضت إلى نوع من اللامساواة أو التمييز، هذا خل في مبدأ المواطنة وسيادة القانون، أتمسك في المادة 6 من الدستور لرفع الظلم أو لرفع التمييز الذي وقع عليه. لكن لا يعني هذا أن أنا كمواطن أردني أن لا أكون مساوي لأخي المسلم في الواجبات في مواجهة القانون. سيادة القانون إيش تعني أبونا دائما نحكيها؟ القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة، القوانين يطبق على أخوي المسلم تطبق عليه، يسود علي كما يسود على غيري، الحقوق اللي بتمتع فيها أخوي المسلم أنا بتمتع فيها. نعم. فاليوم الفكرة ننطلق المادة 6 شو بتحكي؟ الأردنيون أمام القانون سواء. إذا الأساس إيش؟ مساواة أمام القانون، المساواة في تطبيق القانون. إذا ما حصل لا قدر الله أي نوع من التمييز أو اللامساواة، اليوم أنا عندي ضمانات دستورية بروح بحاجج فيها، بحاجج فيها كل المسؤولين الأردنيين، كل الجهات القضائية في الأردن، أنه يا عمي أنا مواطن. هذا في التمتع بالامتياز وفي الحقوق كأردني، أنا كأردني لي هذا الامتياز يمنحني إياه أنه أنا مواطن. المواطنة. طب أين الواجب؟ ما يقابل الحق والواجب أبونا، الحق هو الوجه الآخر للواجب. بالطريقة التي أطالب بها بحقوقي في مواجهة الدولة يجب أن أقدم واجباتي المترتبة علي لصالح الدولة، لصالح المجتمع، لصالح أخوي اللي معاي في المجتمع، وصالح السلطات. فبالتالي الحق والواجب هما صنوان أو وجهتان متقابلتين، لا يمكن أن أبدأ بالمطالبة بحقوقي دون تحمل واجباتي. الحقوق دون الواجبات مواطنة منقوصة. قل علي واجبات في مواجهة الدولة، مواجهات فيما يتعلق بالضرائب بالرسوم، لاحظ أبونا يعني نعم. حتى نسبة الضرائب والرسوم ندفعها نعم. واحد لأنه نعم. الأصل هي المساواة نعم. أيضا علي واجب في مواجهة المجتمع، في مواجهة زملائي وإخواني في المجتمع، في بيئة العمل، في بيئة المجتمع، كل هاي الأمور واجبات. فبالتالي المسيحي الأردني المسيحي يعي تماما أن حقوقه التي أكسبته إياها الدولة لا تبرر له أن لا يقوم بواجباته عليها.